يا رفاق استمعوا جيدا، استمعوا. حسنا، كما سمعتم سأضيف طبقا للقائمة، لكن لن أعده، بل أحدكم. حسنا، والطبق الذي سيفوز يكون على القائمة الجديدة بشكل دائم. حسنا، تفضلوا يا رفاق، تفضل. أمر سهل. تخيلي أن يكون طبق لك على القائمة. نعم، سيكون رائعا. لا داعي لأن تتحمسا كثيرا، هيا. معروف أنني أفضل طاه هنا. حسنا، عودوا إلى العمل. معذرة سيدي. نعم، هل لي بواحدة؟ أنت؟ ولما لا؟ إنه مجرد عامل لا يمكنه الاشتراك، عليه أن يخرج القمامة. لا مشكلة لدي لو اشترك، وبما أنك أفضل طاه هنا فلا داعي لأن تقلق، صحيح جاش؟ لست قلقاً، كنت أقول فحسب. حسناً، اتفقنا، بالتوفيق. شكراً جزيلاً. عودوا إلى العمل. جيد، شكراً. نعم جيد، نعم شكراً. لا تتحمس كثيراً بشأن هذا، عليك ترك الطبخ للمحترفين. حسناً. هيا أخرج القمامة. شكراً. هناك شيء ما. بيدرو، أيمكنك تذوق هذه؟ نعم طبعا. هل أزيد الملح؟ لا، ليس الملح. أضف النشاء ليجعلها سميكة، ثم رشة عصير ليمون. حسنا. فعلتها، لذيذة جدا. أحسنت، شكرا. على الرحب. يجب أن أجيب على هاي بيدرو، هل لا تنهي هذه الصلصة؟ لا يفترض أن. شكرا لك. هاي ماذا تفعل؟ أنا آسف، اضطر بول أن يجيب على الهاتف وطلب مني أن... أنت مجرد عامل يا بيدرو، عليك التنظيف للطبخ. ها؟ أعرف، أنا آسف، معك حق، كنت أحاول المساعدة. جيد أنني جئت قبل أن تفسدها. لا تحتاج المزيد من الملح. ستخبرني كيف أطبخ؟ أنت؟ العامل؟ لن تصبح طاهياً يا بيدرو، اذهب ونظف الأرض. حسناً. رائحتها سيئة. أنت يا بيدرو، انتظر، لدي شيء لك. ماذا؟ هذه العلبة، كن مطيعاً وألقيها في القمامة. ما هذه؟ لا تقل إنك ما زلت تفكر في الطبخ. حسناً، لا مشكلة من المحاولة. الكل يحلم، لكن كن واقعياً، هذا لن يحدث يا بيدرو، التزم بعملك فحسب. نعم، قد يكون محقاً، لا أعرف فيما أفكر. هي شكرا لأنك وقفت بدلا مني. عفوا. لماذا تلقي بهذه؟ ألن تشترك في المسابقة؟ لا فائدة من هذا، جاش محق، أنا مجرد عامل. لا تسمع له،
لن يقرر لك حياتك، أنت من تقرر. سهل عليك قول هذا، فأنت طاهن. وهل كنت هكذا؟ انظر، أنت عامل؟ قبل هذا العمل مباشرة، لو كنت قد تعلمت شيئا فهو أن تصبح أي شيء تريد. الشخص الوحيد الذي يؤمن بك هو نفسك. واو، لم أفكر في الأمر هكذا. أنت لها. شكرا. سترى. ملحا أكثر. هيه، أين الجميع؟ هل تأخرت؟ أعددت شطائر. إنهم في المطعم، سيختار المدير الفائز الآن. شكرا. مهلا، دعني أجرب واحدة. جيد. انتظر. ها ها ها، الطهات فقط هناك، لكن لا تقلق، سأخذه نيابة عنك. حقا؟ واو، شكرا. كيف سيعرف أنه طبقي؟ نعم، سأكتب اسمك عليه. ها هو. شكرا على مساعدتك، أقدر هذا حقا. حسنا، الجميع هنا، حانت اللحظة التي ننتظرها، هيا لنبدأ هذه المسابقة. أولاً معنا بول وهذا الكباب. به نكهات كثيرة يا بول، أحسنت. والآن معنا جين والسوشي المبدع. إنه مصنوع بحرفية، أحسنت يا جين. شكراً لك. سيكون اختيار الفائز صعباً. حسناً. أو كرة لحم، فكرت في إضافتها للقائمة. بها الكثير من الملح، طعمها سيء، من صنع هذه؟ بيدرو العامل؟ بالضبط، أخبرته أن يخرج القمامة فحسب. واو، حسنا. وأخيرا لدينا هذه الشطائر. هذه مذهلة، أفضل الشطائر تذوقتها، من أعد هذه؟ أنا يا سيدي. وشكرا. إذن الاختيار واضح، الفائز بأفضل طبق للقائمة الجديدة هو بيدرو. شكرا شكرا، لا أعرف كيف. مهلا مهلا بيدرو، قلت إن كرات اللحم سيئة. تعني التي أعددتها أنت؟ أعرف أن بيدرو أعد الشطائر. اسمع، لاحظت أن طعامنا أصبح طعمه أفضل مؤخرا، وبالأمس لاحظت أن السبب هو شخص ما يساعد الجميع في المطبخ، بيدرو. واليوم حين دخل بيدرو بالطبق الذي حضره، رأيتك تخبره أنه ممنوع أن يدخل المطعم، وأخذت الطبق منه. ومنذ قليل حين ظننت أنه لا يوجد أحد يراك، رأيتك وأنت تبدل اسمك باسم بيدرو، ليبدو أنك أنت من أعد الشطائر، وأن بيدرو أعد كرات اللحم. فكما ترى، إن الفائز في المسابقة لا أحد سوى بيدرو. بيدرو، أهنئك. يا بيدرو. أنا فزت.
لقد فزت. لا أصدق هذا، شكرا. على الرحب. أوه، وهناك شيء نسيت أن أقوله، وهو أن الفائز لن يوضع طبقه في القائمة الجديدة فحسب، بل سيكون كبير الطهاة، لأنني سأفتتح مطعما ثانيا. أهنئك يا بيدرو. واو، أنا حقا كبير الطهاة؟ يا إلهي، هذا سيغير حياتي، شكرا جزيلا. كيف تفعل هذا؟ هذا غير معقول، أنا أردت هذا المنصب، كيف تعطيه لي؟ عامل. ليس مجرد عامل، الحقيقة هو الآن مديرك. شكرا جزيلا. أنت تمزح. هاي جوش، من فضلك هل أخرجت القمامة؟ وحين تعود لا تنسى أن تنظف الأرض، حسنا؟ لا أصدق. شكرا جزيلا. أنا فخورة بك يا بيدرو. واو، من عامل لكبير الطهاة؟ غير معقول. شكرا. كيف فعلتها؟ خاصة وأن الكثير لم يؤمنوا بك. حسنا، أخبرني شخص حكيم أن الوحيد الذي يجب أن يؤمن بك هو نفسك. أهنئك يا صديقي. أسوأ يوم في حياتي.